لنعمل التونة، نعمل سندويشات التونة ملت. إحنا بحاجة لخبز البنز، وبدنا كمان أعشاب إيطالية، علبتين من التونة، زيت زيتون، عصير ليمون، معلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار مسترد ديجون، بدنا معلقتين كبار توباسكو، حبتين من مخلل الخيار المفروم، عود كرفس مفروم، جزر مبشور، نص كوب مخلل الخيار مفروم، وبدنا كمان جبنة تشيدر مبشورة. فأنا هلأ بس هون حاطة التونة، رح أحط عليها هاي الخلطة. يمكن في ناس ما بيحبوا السلري، في ناس ما بيحبوا البصل الأخضر، في ناس ما بيحبوا الجزر، بتقدروا تشيلوا وتحطوا زي ما بدكم. وبرضو صدقوني لما بتدخل هاي المكونات مع بعض أصلاً ما حتحسوا بالأشياء اللي ما بتحبوها، رح تلاقوا خلطة كتير طيبة وما رح تكونوا حاسين شو اللي فيها. هلأ رح أحط جزر مبشور على التونة اللي عندي، كفاية هلأ بدأ. رح أحط السالري، السالري كتير 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 بيلبق مع التونة للي مش مجربه، أو الكرافس بتقدر تحطوا كمية بسيطة جداً بتعطي نكهة مختلفة، فرح نحط هالقدة. وأكيد رح نحط كمية من البصل الأخضر. أنا مش من الناس اللي بحب أحط بندورة إذا بدها تدخل فرن خصوصاً، فإذا بتحبوا بتقدروا إنكم تقطعوا شوي، هي ما بدخلها. رح أحط كمان كمية من مخلل الخيار، بيعطي نكهة للتونة أكيد. هيك كفاية. أوكي، هلأ الخلطة رح نحط شوية زيت زيتون، شوية عصير ليمون، بالإضافة للملح طبعاً والفلفل والمايونيز وخردل الديجون أو الديجون ماسترد. زي ما قلت لكم بتقدروا إنكم ما تحطوا المايونيز، بس كم تكتروا أجبان كتير. أنا حاطة يا دوب معلقة حتى بس تعطي نكهة، ما حتتحسوا فيها مع الليمون والفلفل وهالقصص كلها راح يعني تنخلط بطريقة صح. رح نحط الفلفل الأسود. هلا ديما اللي أنت عاملاه بزبط لسندويشات كمان، يعني لو ما بدهم نقدر نعمله كسلطة مثلا. هلا احنا رح نعمله كخبز، مع خبز. هي بالأصل سندويشة. قصدي ممكن ينحشى حشي، يعني نفس هاي الخلطة ممكن أنا أحطها جوا سندويشة. هي هيك. أي نوع خبز مش فارقة. وممكن نعملها تونة سالد، يعني تضلها سلطة. عرفتي تحطيها بأكواب برضو مع خس وأشياء تطلع سلطة. هلا أكيد في عنا ليمون، نحط كمية جيدة من الليمون. ونقطة زيت زيتون، هي ما بدخلها بس بتعطي نكهة. هي بحس التونة والمخلل كتير بالبقولة كتير. بعد شايف الزيت يا دوبك، والملح لأن التونة أوريدي مالحة واللي عندي محفوظة بالزيت. هلأ إذا كنتوا اللي حط اللي محفوظة بالمي بدكم تزيدوا الملح. أوكي. فهلأ وأنا بحب هالتشانكس تكون القطع ما تكون كتير مفعصة. أيوة. بس طبعا هذا حسب الرغبة. وهلأ بنخلطها تقريبا، بنحط هالقد، ممكن نحط شوي اكثر، انا بحبها تكون مليانه، ما بحب ناكل خبزه فاضيه. بالضبط. رح نغطي الخلطه اللي عندنا بكميه جيده من الاجبان. زي ما قلت لكم انا خلطه ثلاث انواع من الجبنه هون، وبرضه بدي اكبسهم حتى يتماسكوا على الخبزه. شايفين هي الاولى